بكم مشاهدينا مرة تانية. طبعا كنا بنتكلم ان احنا هيكون معانا من خلال فقراتنا داخل طعم البيوت فقرة بنتكلم فيها ازاي نكون في عندنا مشروع صغير داخل البيت، ازاي الفتاة او البنت المصرية او الست المصرية قدرت ان هي تعمل ده داخل بيتها، قدرت ان هي تروج لمنتجها لموهبتها اللي قدرت ان هي تحولها الى حرفة تحترفها. اكيد كنا لازم نتوقف ونشوف يا ترى الدنيا اشرف مصممة المشغولات اليدوية عاملة ايه معانا وجايبة لنا ايه النهارده. اهلا وسهلا بيك في البداية دنيا. اهلا بحضرتك. دنيا قولي لي انت كده في البداية شغلك عبارة عن ايه؟ صلصال حراري. هو عبارة عن عجينة انا بجيبها بشكلها على المج وبعد كده بدخلها في مرحلة تسوية، بسويها على درجات حرارة معينة، بعد كده بشيلها بلزقها على المج بلزق وبس. دي كده بتكون مرحلة المج خلصت. فيه طبعا بقى مصغرات اللي هي مثلا المعالق، الميداليات، الحلقان، تمام، كل الحاجات دي. طيب خلينا الاول نقول بدايتك كانت منين؟ يعني انت بديتي على طول في الصلصال الحراري ولا كانت ليكي بدايه؟ لا انا كان بقالي 3 سنين كنت شغاله كروشيه، فبعدها انا حبيت موضوع الهاند ميد جدا، لقيت نفسي فيه الصراحه، فبدات بقى ان انا اتعلم حاجات تانية. فبعدها كنت مهووسه مجات، يعني بحب المجات جدا. فبدات بقى ان انا اتفرج اشوف ده اسال ده مش عارفه ايه، لقيت الحاجات مناسبه طبعا فروحت جبتها، بدات بقى فيها مع نفسي لغايه ما وصلت. بتجيبي المج عادي وبتجيبي له بقى تغيري في شكله؟ او بالظبط، يعني العجينه بقى دي ليها الوان كتير جدا، ليها انواع كتير جدا. بس هي عجينه معروفه انها بتاعت الصلصال الحراري. هو اصلا اسمها صلصال حريري. بتبتدي ان انت تسالي عنها، يعني تبتدي تسالي تشوفي عن طريق الانترنت ان انت تشوفي اخذت فيها كورسز او دورات؟ لا خالص الصراحه. وبالظبط يعني انا مش بقالي كتير، انا بقالي بالظبط في الصلصال 5 شهور بس، ما شاء الله عليكي. يعني قدرت ان انا انتج كميه كويسه وحاجات يعني الحمد لله. طيب قولي لي ان هي الرسومات اللي على المجات دي كلها صلصال حراري؟ كلها صلصال حراري. ما فيهاش اختلافات، يعني في درجه حراره يعني معينه بتدخل الفرن ولا كله بيدخل بنفس الدرجه؟ هي كل يعني كل نوع بيبقى ليه درجه حراره معينه، بس كله بيبقى متوسط من اول 120 لغايه 150، ما فيش اعلى من كده ولا اقل من كده. تمام. طيب قولي لي بقى الافكار بتجيلك ازاي؟ يعني انت بتجيلك فكره حابه ان انت تشوفيها؟ يعني انا بتفرج كتير على صور وفي حاجات يعني مثلا انا بحبها شفت لها صوره تمام اعملها، ما لقيتش صوره بعمل، في حد يجي طبعا يقول لي انا عايز كذا كذا كذا، اقول لها خلاص تمام ماشي نتفق على حاجه مع بعض معينه نوصل لحل مناسب، انا اعمل الشكل تمام تمام، مش تمام خلاص بحاول اوصل لحاجه تانية مناسبه معاها. تمام بس كده. طيب خرجتي من فكره ان انت ترسمي على المج او تحطي حاجه على المج لفكره بقى شايفه عندك ميداليات وعندك حلقان، قولي لي بقى فكره الحلق والميداليه هو برده يعني في حاجه يعني بيبقى في قوالب سيليكون، انا بجيب العجينه لازم طبعا عجنها افردها كويس اقوم فردها في القالب، فالقالب بيطلع لي بقى اللي هو الشكل النهائي اللي هو شكل الميداليات او الحلقان. في حاجات بقوالب، في حاجات انا طبعا بعملها بايدي بتبقى اصلا ملهاش قوالب فبضطر ان انا اعملها بايدي، وفي حاجات بتبقى قوالب، في حاجات بتبقى قطاعات كده يعني. طيب قولي لي خد منك وقت، يعني انت 5 شهور وعملتي منتج فعلا؟ فعلا. قبل ال5 شهور كده يعني او قبل ما تبقي عندك منتج اول مره عملتي كنت فاكره كان شكل ايه؟ فاكره طبعا كان عادي، هو كان دايره فيها اسم وحواليها مثلا شوكولاته بونبوني بسكويت. عملتيها كانت الموضوع سهل بالنسبه لي، كان بسيط جدا. يعني الحمد لله. طيب قولي لي بيبقى في اقبال على الحلقان؟ الحلقان ديت بتبقى ايه، بتقعد مده اطول يعني اصلا خفيفه؟ هي خفيفه طبعا جدا، وانا بستخدم لها اصلا يعني مثلا البريمه او الحلق نفسه يكون مطلي ذهب عشان كده هو مش بيغير لون، فعشان كده يعني بتبقى مطلوبه كتير وكده. وفي حلقان بقى يعني هي كل الحلقان اصلا وزنها بيبقى خفيف جدا لان هو الصلصال اصلا خفيف. يعني حتى المجات انت لو مسكتي مج مش هتلاقيه تقيل خالص، لا هو فعلا بيبقى خفيف، بيبقى خفيف. وزنه بيبقى خفيف. طيب قولي لي بقى برضو الميداليات، شايفاكي مهتمه برضو بالميداليات واشكال ليها وحاجات كوره وكده؟ ايوه. تمام. هي كل حاجه يعني مثلا يعني في هنا حاجات بتبقى مثلا لواحده شغاله مثلا اللي هي ليها في الديزاين بتاع الدريسات وتفصيل والكلام ده، ففي تلاقي مكنه، في مثلا خيط، مزوره، مقص، في بقى مليانه حاجات. الميداليه نفسها مليانه، الميداليه الواحده بيبقى فيها اكتر من كذا شكل. تمام. اوكي. وفي بقى مثلا سبونج بوب، في ناس اللي هي بتاعه الكوره طبعا، كوره وبلاي ستيشن وعامله حاجات مخبوزات مثلا، حاجات كده يعني كب كيك بقى، حاجات بتبقى كلها مصغرات كده بس بتبقى كويسه. شايفه كمان عامله زي ستاك او حاجه؟
دي معالق. معالق عشان هي مش باينه قوي. ايوه هي عشان دي معالق وانت حاطه المعلقه من فوق. بعمل لها شكل دي بقى بتبقى مصغرات، في حاجات بعملها بايدي وفي حاجات برضو بيبقى ليها قوالب وكده. بحاول بس ان انا اظبط شكلها، اعمل مثلا اتنين زي بعض بحيث ان لو حد يعني ايه دماغه مثلا ان هو ما ياخدش حاجات مختلفه يبقى واخد حاجات شبه بعض كده، يعني ما اجبرش حد على حاجه. طيب قولي لي، بتكون بقى الالوان بتفرق معاكي الالوان في ان انت بتعمليها، ولا كل لون يعني كل لون له تسويه معينه، ولا كله بيتسوى زي ما قلنا؟ لا هو طبعا كله بيتسوى واحد عادي، ما فيش مشكله. بتسيبيه لما بيبرد خالص؟ طبعا لازم يبرد، لاني لو انا استخدمت يعني انا مثلا سويت مج وجيت بقى وانا بشيل الشكل من عليه قبل ما يبرد بيتكسر مني في ساعتها، لكن طبعا لازم يبرد خالص ولازم يستوي كويس عشان ما يتشققش ولا يطلع له اللي هي يعني اي ديفوهات بقى ما ينفعش تطلع، فما ينفعش اتعامل معاه وهو سخن خالص، لازم يبرد فعلا. وبعد كده ابدا بقى ان انا الزق، ابدا ان انا اركب الحلقان كده. تمام. طيب كمان يمكن انت قلت في بدايه كلامك ان انت بديتي الاول بالكروشيه. طيب الكروشيه كانت بدايه معرفتك باي عمل او الهاند ميد ده، كان عن طريق حد ولا انت كنت برضو قررتي؟ هو انا اصلا بحب الحاجات قوي اللي انا مثلا احس فيها ان انا عملت انجاز. فانا كان مثلا بدايتي في الكروشيه ان انا امسك ابره وخيط وفي الاخر الاقي مثلا قدامي شال بلوفر مش عارفه ايه، كنت ببسط قوي. فمن وقتها بقى خدت القرار ان انا امشي في اي حاجه هاند ميد. تمام. انا ماشي فيها تمام. هيكون معانا على الشاشه دلوقتي زي ما احنا شايفين يمكن شغلك من الكروشيه، عامله شغل برده حلو يعني. ايوه بعمل حاجات كتير يعني، حتى بعمل حاجات مختلفه مثلا مش بس بعمل كوفيات، بعمل ايه شرابات. شرابات، محافظ، شنط موبايل. تمام كده يعني. بعمل حاجات مختلفه، بنيت شويه لاني انا اصلا سني صغير، فعارفه البنات بتفكر في ايه. ايوه بشوف الحاجات اللي هتبهرني فبضطر ان انا اعملها عشان خاطر تبهرهم برده. طب قولي لي الحاجات دي لسه مستمره برده في الكروشيه مع ده؟ طبعا ما قصرتش فيها، ما حدش في الحاجتين خدك من التاني الصراحه يعني. لا خالص يعني. كله معايا واحد يعني، ده بياخد وقته وده بياخد وقته، ما بقدرش اوقف عن ده او عن ده. طيب تمام. في حد بيساعدك؟ لا. طيب قولي لي بقى، لما اول ما ابتديتي اول حاجاتك سواء بقى عن طريق الكروشيه زي ما احنا شايفين او حتى عن طريق الزلزال الحراري، كان رد فعل بقى الاسره ايه يعني؟ طبعا هم كانوا بينبهروا بيا جدا ان انا عامله حاجه بالنسبه لهم جديده، لان انا اول مره يعني اول حد اخد خطوه زي كده، فكانوا بينبهروا بقى طبعا باي نتيجه. فدي كانت حاجه اصلا بتشجعني ان انا اكمل اي حاجه. تمام هكمل، عشان انا عارفه ان هم بيشجعوني، صحابي، اهلي، كل اللي حواليا الصراحه كان بيشجعني. طب قولي لي، كان سهل ان انت تبتدي تسعري الحاجات دي يعني؟ الصراحه دي حاجه بالنسبه لي كانت رخمه شويه وصعبه، بس بقدر ان انا اتغلب عليها، خصوصا بقى ان لما الخامات بتغلى مثلا اجي اقول لحد، فمش اي حد بقى بيعرف يتقبل الموضوع كده. بس كنت بحاول ان انا اظبط الموضوع، احاول هنا في حاجه مثلا اثرت معايا في هنا فبظبطها في ناحيه ثانيه كده، بحاول ان انا اظبط الموضوع شويه. فبقيتي بتعرفي تديري ماليا كمان؟ يعني الحمد لله. هايل. طيب قولي لي، ممكن تاخدي ذوق مين يعني؟ مين اكتر حد قريب ليكي؟ الصراحه باخد ذوق كل اللي حواليا يعني، وانا قاعده بشتغل حد قاعد جنبي لازم اخد ذوقه على طول. يعني اي حد معين ممكن تحاولي ان انت تكلميه وتقولي له انا عايزه مثلا رايك في حد من اصحابك، مامتك؟ طبعا يعني مامتي بتبقى قاعده معايا وانا شغاله، فلازم اخد رايها هي ووالدي. طبعا ببقى قاعده شغاله معاهم، ببعت صور مثلا لاصحابي كده، يا جماعه تمام، تمام، في حاجه، لا ده في هنا دي فوق بسيط لازم تغيريه كده بالظبط يعني. هو ده هايل يا دنيا، هايل. طيب قولي لي بقى، يعني افكارك للفتره اللي جايه ممكن تغيري حاجه ثالثه برده ولا؟ طبعا انا في دماغي ريزين جدا الصراحه. والله يعني الهاند ميد شغال معاكي، ممكن تكبري الموضوع. بس بحس ان انا محتاجه ادي كل حاجه وقتها، بحس يعني انا لما نقلت على الصلصال كنت اديت الكروشيه حقه تماما، كنت اتعلمت فيه كل الغرز، اتعلمت فيه كل حاجه، بحس ان انا لما انقل على حاجه جديده ما بقاش انا يعني بنقل وانا سايبه حاجه ثانيه. فبالظبط ان انا ادي وقتي لدوت، وبعد كده هكمل ان شاء الله ريزن، بس يعني قدام شويه لان انا مش بقالي كتير في المجال ده، فمستنيه بس ان انا اظبط الدنيا فيه شويه. طيب ده هايل. احنا بنشكرك جدا يا دنيا، انت كنت منورانا، وبكل التوفيق ان شاء الله، ونشوف معاكي طبعا اكيد يعني منتجات ثانيه وكمان تكون ليكي كده في مجال اخر في اعمال اليدويه. بنشكرك جدا، كنت منوره. شكرا جدا. بكده مشاهدينا كنا وصلنا معاكم لنهايه فقرتنا، لكن لسه حلقتنا ما خلصتش. هنخرج لفاصل وتقرير عن الذكرى الثامنه لافتتاح قناه السويس الجديده. قناه السويس هي شريان الرخاء والمحبه والسلام. من خلال التقرير الجاي هنتعرف اكتر على مشوار وكيفيه انشاء قناه السويس.